يا الله السلام عليكم، عظم الله أجركم بهذا الشهر محرم الحرام والأيام المقبلة قابلين على استشهاد ريحانة رسول الله الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم وذريتهم الطاهرة وأنصارهم وجنود الله اللي الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالشهادة تحت راية الإمام الحسين وأخيه أبو فضل العباس صلوات الله عليه. واللهم اجعلنا من المستشهدين تحت راية صاحب الزمان عجل الله فرجه. وبخصوص هذا الشخص المريض اللي جايبينه مريض نفسي، جايبينه تعال احرق القرآن الكريم خلينا نشوف قوة المسلمين. قوة المسلمين من قوة الله، قوة المسلمين من قوة رسول الله، قوة المسلمين من قوة أمير المؤمنين قالع باب خيبر، قوة المسلمين من قوة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. وتعرفون وانتو كل زين ايش قد الخوف راعبكم، تسألون بالأسرة وتسألون بالسجناء اللي انتو تعتقلوهم بدون سبب، تعالوا الإمام المهدي وين، صاحب الزمان وين. زين، هاي قوة المسلمين. واسأل الله بحق حجة ابن الحسن أن يوحد المسلمين إن شاء الله تحت راية صلوات الله عليه الإمام المهدي صلوات الله عليه. إن شاء الله كل البلاد، كل بلد رافع راية ويقول أنا مسلم يدافع على القرآن. هاي تجربة الله سبحانه وتعالى حاليا كل البلاد، يعني لكم هذا الكلام إن شاء الله تفتهموه. كل بلد إسلامي الله سبحانه وتعالى خاله تحت التجربة، يقول لك هذا القرآن الكريم ليحرقوه قدام عينك، وانت قادر ان تطرد السفارة، وقادر ان تقطع علاقاتك ويا الدول اللي تعادي القرآن الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكو بلد يباوع على نفسه يقول انا مسلم يصير ويا العراق، يصير ويا العراق. واسأل الله ان لا يحرمنا من الدفاع عن القرآن الكريم وعن رسول الله وذرية رسول الله الى يوم يبعثون. اللهم اجعلنا من المستشهدين تحت راية صاحب الزمان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.